إذن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يعد من أبرز أهداف زيارة ولي العهد إلى باكستان، حيث تم توقيع 8 اتفاقيات في قطاعات النفط والطاقة والمعادن بحضور ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى غوا. نعم محمود، إذن مشاهدينا، صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن حجم الاتفاقيات والاستثمارات المشتركة التي تم توقيعها مع باكستان خلال هذه الزيارة وصلت إلى 20 مليار دولار. السعودية وباكستان وقعتا أيضا خلال هذه الزيارة 3 مذكرات تفاهم كما نشاهد للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والمعادن، هذا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مصفات أرامكو في ميناء جدار الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تكون هذا المصفات واحدة من أكبر مصافي النفط في آسيا وأن توفر الكثير من فرص العمل. وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري أكد من جهته أن السعودية لعبت دورا مهما في تقوية اقتصاد بلاده، مشيرا إلى أنها وقفت مع الشعب الباكستاني في مختلف الأوقات والظروف. وكشف المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني ذوالفقار بخاري، كشف أن بلاده بدأت بطلب من رئيس الوزراء عمران خان بإطلاق خدمة، هذه الخدمة تسمح للمواطنين السعوديين بالحصول على تأشيرة دخول إلى باكستان عند الوصول. ومن جهتها نشرت وسائل الإعلام الباكستانية تقارير صحفية تبرز العلاقات التاريخية بين البلدين، ووضعت صورا لولي العهد في الصفحات الأولى وعلى مختلف المواقع الإلكترونية مع عبارات الترحيب وباللغتين العربية والإنجليزية.